مسألة صراع ما بين الفريسة وما بين النمر. بصوا بيتربص لها ازاي ويبتدي الهجوم ويبدأ يجري والاتنين بأقصى سرعة ممكنة زي ما انتوا شايفين. هو سايب كل الغزال، هو محدد هدفه وعاوزها هي، علشان كده هو هيعرف يفترسها لأنه ما شتتش نفسه. وبوم نزل بيها. بصوا مثبتها ازاي، خدوا بالكوا هو لسه ما موتهاش، هو مثبتها، شايفين حاططها ازاي، وهي مش هينفع، هي عارفة انها مش هينفع تهرب. بيجي ده بقى حد له شوق في حاجة، الضبع هنا، الضبع الشرس جدا، بيبص للنمر وجاي على الجاهز، ويقوم هو كمان الضبع هاجم على النمر. النمر في وضع خايف، الغزالة خدت بعضها، استغلت الفرصة وراحت جارية، ولا النمر قادر يلحقها ولا الضبع قادر يلحقها. كذلك الحياة فرص.